السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يحدثكم سامي الطيب، أهلا وسهلا بكم. في هذه الحلقة سنشرح بإذن الله بعض أساسيات الجافا EE أو الجافا Enterprise Edition. أولا يجب عليك تنزيل IDE خاص بالجافا EE مثل Eclipse. أنا سأستخدم Eclipse في هذه الدورة إن شاء الله. ثاني شيء يجب عليك تحميل Apache Server كالTomcat أو Glassfish، وأنا سأستخدم الTomcat في هذه الدورة إن شاء الله. أول شيء يجب عليك القيام به هو إنشاء مشروع ويب. من قائمة فايل نذهب إلى New Dynamic Web Project. إذا لم تجد Dynamic Web Project ابحث عنه في Other. يمكنك فلترته من هنا، Type Filter Text وكتابة Dynamic Web Project كما ترون فيظهر لك كالتالي، أو الذهاب إلى الكاتيجوري Web ستجد داخلها Dynamic Web Project. Next تضع اسم Dynamic Web Project، for example test، there exists a test، test 1، وتضغط على next. next أيضا finish. حسنا، هذا هو مشروعنا الآن. أنا الآن في Navigator أو Project. إذا لم يظهر Navigator يمكنك إظهاره من قائمة ويندو، شو فيو ونافيجيتور. حسنا، ثاني شيء يجب عليك عمله هو إضافة السيرفر. لقد أضفت السيرفر سابقا، فلأقم بحذفه حتى أريكم. يظهر لكم كالتالي: No server are available. Click this link to create new server. لإنشاء سيرفر جديد. تقوم باختيار، يظهر لك كالتالي: تقوم باختيار Apache واختيار Tomcat 7 على سبيل المثال، هي الفيرجن، واختيار اسم السيرفر My، على سبيل المثال My Tomcat Server. Next نقوم بعمل البروجكتات التي نريد أن نقوم بعمل لها deploy. حسنا، نضغط على add كافكيود ونضغط finish ليظهر لنا السيرفر كالتالي. حسنا، أول شيء هو إنشاء صفحة GSP. لإنشاء صفحة GSP نضغط على السيرفر، نضغط على البروجكت عفوا، نذهب إلى قائمة New ونختار نختار ال GSP Other، نختار من ال Other نختار GSP File تحت الويب كما ترونها الآن، نضغط Next ونسمي صفحتنا على سبيل المثال login.gsp، نضغط Next ونضغط Finish، أو يمكنكم اختيار ال HTML كما ترون. حسنا، أقوم بإنشاء فورم بسيط، فورم ميثود، ولتكن على سبيل المثال بوست، والأكشن الخاص بها على سبيل المثال سلاش لوجن. حسنا، هذا هو الفورم الخاص بنا، فلنقم بإضافة input. التايب الخاص بالانبوت هو text، والنيم الخاص بها هو يوزر نيم على سبيل المثال، ونقوم بعمل br. أو كالتالي br. حسنا، input، ونضع التايب الخاص بها password، والنيم password على سبيل المثال، ونضغط br. وكذلك نضيف input أخرى للسبميت، الطايب الخاص بها submit، والvalue
الخاصة بها هي login على سبيل المثال. حسنا، الصفحة التالية ستظهر على الشكل التالي، سنقوم بمعاينتها الآن أو سنقوم بإضافة بعض ال place holder و عفوا نقوم ب type your user name، وفي الثانية أيضا type your password. حسنا، نقوم بالمعاينة الآن، نضغط click right و run as run on server. نختار السيرفر الذي نريد التشغيل عليه، my Tomcat server. next، وفي هذا البروجكت نضغط finish. حسنا، ليقوم السيرفر بالبدء. لأول مرة تظهر لكم العلبة أو علبة الحوار التالية، تقومون بالضغط على allow access for private networks. أنا جعلتها لي public networks في هذه المرة. حسنا، كما ترون type your username، type your password. إذا أردنا على سبيل المثال or test and test ونضغط login، لن يجد الصفحة وسيكون هنالك خطأ كما ترى. حسنا، إذا يجب علينا أن ننشئ سيرفلت تستقبل هذا، فلنقوم بإيقاف السيرفر وهذا اختياري stop، نضغط عليه click right ونضغط stop، ونذهب إلى project click right و new ونختار سيرفلت أو other، والذهاب إلى الويب كاتيجوري واختيار سيرفلت كما تعودنا. حسنا، نختار سيرفلت، نضغط الجافا باكيج نيم على سبيل المثال سيرفلتس. حسنا، الكلاس نيم على سبيل المثال ماي سيرفلت. حسنا، نضغط next. next الآن يخبرني هنا أن النيم الخاص بها description، أضع ما أريد. initialization parameter سنتطرق لها في درس لاحق إن شاء الله. اليورل مابين هو كيف أستطيع لها الوصول لها من خلال الرابط. حسنا، سأغيرها إلى login و أوكي. حسنا، هذه بالnotations كما ترون web servlet annotation web servlet login، هذا هو الخاص بها. حسنا، كما ترون هنا ليس معرفا. حتى نقوم بتعريفه نذهب إلى البروجكت ونختار properties الخاصة بالبروجكت، ونذهب إلى libraries add external jars، ونذهب إلى مسار tomcat كما ترون والليب، ونضيف كل هاته الجارز open ونضغط OK للvalidation. حسنا، ها قد ذهبت الـ errors. الآن الـ method التي قمنا بها هي سمينا الـ page login، وهنا سمينا هذه login يعني ستحولها إلى servlet. حسنا، الميثود التي قمنا بها هي post، إذا سنذهب إلى الميثود في كود الجافا. هناك do get وهناك do post، ما يهمنا الآن هو do post. حسنا، سنقوم بتعريف print writer لإنشاء قناة بين الـ response والـ حتى نكتب get writer. حسنا، فلنقم ب عفوا فلنقم بعمل import لهذا البرنت رايتر. الآن نقوم بطباعة شيء ما على سبيل المثال html tags و head
و body. حسنا نقوم بالضغط على البادي من هنا حتى نقوم بإنشائه في سطر جديد، وهذا هو البادي. حسنا الهيد نقوم بوضع title your state، عفوا your state of login، عفوا الكيبورد بها مشكل صغير. على سبيل المثال H1 in this page we will show you your F1 keyboard your state of login. حسنا سنقوم بالاكتفاء بهذا. نقوم بعمل execute لي servlet run as run on server، ونختار السيرفر كما تعودنا. حسنا ستقوم السيرفلت بال execution، يعني هناك navigator خاص بال قمنا بتشغيلها الآن. don't know what's the problem. نقوم بإعادة تشغيلها. finish. هي الآن الصفحة لا تعرض مرة أخرى. dot print out at response dot get writer. حسنا الخطأ كان في إغلاق التايتل، سنقوم بمعاينتها الآن. run on run on server كما ترون. next finish. حسنا restart the server، اختار restart the server و نقوم بالمعاينة. وهي قد عيدنا الصفحة الآن. سنقوم الآن بشيء بسيط. نضغط على login. in this page we will show your state of login، لأننا اخترنا البوست. حسنا سنقوم بعرض اليوزر نيم الذي يضعه المستخدم. the user name. عفوا نضغط او نختار request dot get parameter. ونضغط string username، وننسخ اليوزر نيم من هذه الصفحة لأن لدي مشكل في الكيبورد كالعادة. حسنا يوزر نيم حتى يقوم ب ولنضغط على سبيل المثال نيم، عفوا I will copy it again. Okay. This is. I'll copy it another time in a new line.
as you password and password here, as you سأقوم بعمل br هنا حتى نقوم بالرجوع للسطر. ولنقوم بتشغيل السيرفلت على السيرفر أو الجي اس بي على السيرفر الآن. finish restart server. okay حسنا السيرفر الآن يقوم بعمل restart. عادة ما يستغرق بعض الثواني فقط حسب طبيعة جهازكم. ونقوم على سبيل المثال هنا عفوا نفس المشكلة دائما في ال and this page will show your state of login username وsample كما ترون. حسنا سأقوم بتغييرها قليلا حتى تظهر بال h2 على الأقل وال h2 هنا على الأقل. فلنغلق ال h2 حتى لا تحصل المشاكل التي تحدثنا عنها من قبل. H2 أعد تشغيل اللوجن on server. next finish restart server. وستظهر أمامكم الآن مثلا username بوضع اليوزر نيم والباسورد واضغط لوجن. and this page will show you your state of login يوزر نيم. ها هو اليوزر نيم الذي ادخلته في المره الماضيه والباسورد الباسورد الذي ادخلته في المره الماضيه. حسنا الى هنا ينتهي هذا الدرس. الى درس اخر باذن الله. كان معكم سامي الطيب. لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على اليوتيوب والاعجاب بصفحتنا على الفيسبوك. لمزيد من الاستفسارات يمكنكم وضع تعليقات. في امان الله. السلام عليكم.